بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، والله وحشتونا جدا. نشوفكم ان شاء الله قريب على خير ان شاء الله، ربنا يسهلها ان شاء الله. احنا في الجزء الجديد ده هنبدأ نتكلم على الشابتر الجديد اللي هو شابتر 4. تمام، شابتر 4 ده بيتكلم في حاجة اسمها انفاينايت سيريز، اللي هي متسلسلة او المتتابعة اللي هي بالعربي. يعني السيريس في منها انواع كتير جدا، في منها يعني اشكال كتير جدا. احنا يعني في الشابتر ده هنبدأ نركز على 3 أو 4 انواع ان شاء الله. تمام، ف يعني هو الشابتر ان شاء الله لطيف. يعني السيكونس يعني دايما كده هتلاقي عبارة عن تيرم 1 A2 A3 اللي هو الحد الأول، الحد الثاني، الحد الثالث، لحد حاجة اسمها الـ AN اللي هو الـ Nth Term، أو بنسميه اللي هو الحد النوني. تمام، فهو زي ما شايفين كده N1 بيسميه اللي هو الـ First Term، والـ A2 اللي هو الـ Second Term، لحد ما نوصل لإيه الحد أو الفكرة أو السيريز بتاعتنا بتمشي إزاي. فكرة السيريز أصلا منها تعمل في اكزامبل اللي هي الجيومتريك سيريز، اللي هي المتسلسلة الهندسية، منها اللي بتبقى ماشية بنظام معين، يعني مثلا بتزيد بمقدار معين، ده هو بقول لكم بعد كده هتبقى الـ AN ده. تمام، لو مثلا بتزيد كل مرة 2 2، هو 2 4 مثلا 8، بتزيد ضعف. ده فكرة اللي هو السيريز، يعني منها اللي دي المسلسلة الهندسية. تمام، ده فكرة السيريز بتاعها أو فكرة الشابتر اللي احنا هنتكلم فيه. طيب عشان نبدأ نفهم شوية، نبدأ ناخد الطرق بتاعتنا، أو أول طريقة هنبدأ ناخدها حاجة اسمها ال partial sum، حاجة اسمها ال partial sum. وناخد example شوية نفهم بيه الدنيا كده، أهو زي ما شايفين كده. يجي مثلا يقول لك calculate the first 4 term or 3 term or the يعني أيا كان العدد of the sequence. تمام، اللي هي في المتسلسلة أو ال sequence الجارية. تمام، تستوقف لكم بس ان ممكن في الاول متسلسلة تيجي شكلها بيقول لك كده، بيحط لك في شكل البريس ديت، او ممكن يقول لك ان ال A N بتساوي الكلام ده. تمام، ممكن تيجي كده. تمام، طب احنا عشان نبدأ نحسب الفيرست فور تيرم هنحسبها ازاي؟ محتاج ان احنا نجيب ان مرة بواحد ومرة باتنين ومرة بتلاتة ومرة باربعة. طيب اللي من خلالها نقدر نقول لما نيجي نعوض ال n بتساوي واحد، معنى كده ان هي ال n دي عندنا اول قيمة عندنا فيها هتبقى ايه، تشيل n ونحط مكانها بواحد، يعني هنشيل كل قيمة n ونعوض مكانها بايه، بواحد. طب لما نيجي نعوض هنا بواحد ايه اللي هيحصل؟ هتبقى ال n هنا هنشيل قيمتها، هتبقى هنا دي قيمتها واحد ودي قيمتها واحد، فهتبقى واحد على 3 في 1 زائد 2، يعني معناها اللي هي بتساوي كام؟ 1 على 5، اللي هي 1 على 3 في 2، 3 في 1، 1 زائد 2 يبقى 1 على 5. طب ال A2 نفس الفكرة، هنشيل كل n ونعوض مكانها ب2، معنى كده ان ال A تبقى ايه، 2 بتساوي كام؟ هنشيل تبقى 2 على 3 في 2، يعني 6 زائد 2 اللي هي يبقى كام، 2 على 8. نفس الفكرة n بتساوي 3، يبقى ال A3 هتساوي 3 على 11، هنشيل كل n ونعوض مكانها بايه، بقيمتها ايه، n بتساوي 4، يبقى 4 يبقى بتساوي كام، 4 على 14، يعني 4 على 3 في 4 ب12 زائد 2 يبقى كام، 4 على 14. ده فكرة سريعة بس مش هتجيلك كده في الامتحان، هتجيلك بشكل مختلف شوية. هنعرف دلوقتي اللي هي أول طريقة قلتلكوا عليها اللي اسمها ايه، ال partial sum. هناخد عليها دلوقتي example حالا نفهم بيه الدنيا. طيب اللي يجي يقولك كده بالظبط زي ما اوريكوا دلوقتي، for the each of the following series find the first 3 elements. اهو the first 3 elements for the each of the following series find the first 3 partial sum، sorry، اللي هو ال S1 ال S2 ال S3 وحاجة اسمها ال Sn وحاجة اسمها بعد كده لو already في sum، فالسيريز بتاعتنا هيبقى ليها رقم. هقول لكم اذا كانت converge ولا diverge، وايه قصة كونفيرج ودايفيرج دي، مش لما جبت سيرتها في الأول. طبعا السيريز بتاعتنا بتبقى حاجة من حاجتين، لا كونفيرج دايفيرج. ده بيندع على الطريقة اللي هنبدأ ناخدها، أقول لكم ايه الرولز بتاعتنا عشان نعرف ندخلها إذا كانت السيريز دي كونفيرج ولا دايفيرج. تمام، طب في البارشال سام ديت الكونديشن بتاعتنا ونعرف ايه أصلا عشان نعرف إذا كانت
كونفيرج ودايفيرج محتاجين نعرف ايه؟ محتاجين نعرف حاجه اسمها الليمت. الليمت يعني او الحد بتاع السيريز بتاعتنا. هنعرف برضو الحاجات بتاعتها، لان اكيد فاكرين الليمتس. نعرف السيريز دي لازم نستخدم حاجه اسمها الليمتس عشان نعرف من خلاله نعرف اذا كانت السيريز دي كونفيرج ولا دايفيرج. واوضح لكم الليمت دي في طريقه حل المساله، وازاي نعرف ازاي من خلالها نعرف اذا كان فيها حل او ليها يعني ملهاش. لو ليها حل وكونفيرج، او يعني صح لو طلعت معانا كونفيرج تمام، هنعمل ايه؟ هنقول ان نبدا نستخدم للاس ان ديت، هنطلع القيمه بتاعتها ونبدا نحسب، نطلع ايه، نقول ان كونفيرج وليها رقم بيساوي كذا. طب لو دايفيرج في الاخر هنقف نقولها هي دايفيرج ودي ملهاش ايه صم، تمام، وهيبان في الحل دلوقتي حالا. الكلام بقول ده بقى كله هيبان في الحل دلوقتي. طيب ناخد اكزامبل اكتر عشان نفهم بقى الموضوع دوت. لو عندنا مسألة زي كده قدامكم اهي، اللي هي بيقول لنا عندنا كام ال زي ما قلت لكم كده، هو الشكل السيريز اللي قدامنا اهي. يجي يقول لك كده ان ماينس 2 على 2n بلس 5 على 2n بلس 3. موضوع اختلف شويه عن الجزء الدايركت اللي كان فوق. كان موضوع دايركت، كان سهل، كان جزء بنعوض فيه بيرم واحد بس، مش فيه قوسين تحت، تمام. لكن الموضوع هنا ايه، اختلف شويتين كده. طبعا يقول لك لما ال n بتساوي واحد لحد ايه، لما لا نهايه. ده فكره السيريز دايما، ان هو بيقول لك لما ال n، ان احنا بنبدا من واحد لحد ما ايه، هنشوف الى ما لا نهايه هو فين، هنقف لحد فين، تمام. طيب السؤال كان فوق بيقول لك partial sum، صح؟ partial sum، كلمة partial دي مش غريبة عليكم شوية، لأن احنا خدنا حاجة اسمها partial integration لو انتوا فاكرينه، كنا بنعمل في حتة partial اللي احنا هنعمله دلوقتي حالا. فالجزء ده اللي انا بقوله انتوا يعني عارفينه اصلا من الترم اللي فات. فازاي بنعمل partial sum؟ نبدأ نقول ان ال an بتاعتنا اهي تساوي minus 2 على المسألة بتاعتنا، هي 2n plus 5 على 2n plus 3. نعمل حتة partial اللي هي بتبقى ال a على 2n plus 5 بلس ال بي على 2n بلس 3. بعد كده بنوحد المقامات، يعني بنرجع الاصل بتاعنا تاني، وبنعمل الحته اللي احنا عارفين ان هي حته ايه، الكروس، او اللي هي معنى صح اللي قلت لكم دي بتسهل علينا طريقه الحل على طول، لان كان بنوحد المقامات. فبالتالي هتبقى ايه، ال a في 2n بلس 3 ال b في 2n ايه بلس 5. وده اللي موجود عندنا هنا ايه، اللي احنا كاتبينه هنا اهو بالظبط، تمام. الخطوة الجاية نبدأ نساوي الجزء ده أهو، اللي هو ده، هو ده هنا. فبالتالي هنساوي الجزء اللي فوق دوت أهو ده، تمام، بأنهي جزء؟ بده اللي هو ماينس 2، تمام. فهتبقى الماينس 2 بتساوي A 2N بلس 3 بلس ال B في 2N بلس 5. الحتة اللي جاية، الجزء اللي جاي يعني في مسألة، عشان نبدأ نجيب قيمة ال A وال B، فبتوجات ال value بتاعت ال A بنحط ال n بتساوي ماينس 5 على الاتنين. عاوزين هنا تكون ماينس 5 على الاتنين ليه؟ عشان تخلي الجزء ده بزيرو. فبالتالي لما نيجي نعوض هتطلع معانا قيمة ال a بواحد، لأن احنا هنعمل ايه؟ هنشيل كل قيمة n ونعوض مكانها ماينس 5 على الاتنين. فماينس 5 على الاتنين تبقى ماينس 5 بلس 3، فهتبقى ماينس 2a مع ماينس 2 الناحية التانية، فال a هتبقى ايه؟ بواحد. تو جيت ال b لقيت ال n هنا بتساوي ايه؟ ماينس 3 على الاتنين. عاوزين بقى نخلي الجزء ده يبقى زيرو، فبالتالي هنبقى ايه؟ هنبقى ماينس 3 على الاتنين، هتخلي الجزء ده زيرو، ونيجي نعوض هنا ماينس 3 على الاتنين، يعني الاتنين ماينس 3 بلس 5 يعني تبقى ماينس 2، والناحية التانية ماينس 2 فهتبقى ماينس، سوري، هتبقى 2، وهتبقى الناحية التانية ماينس 2 فهتطلع بيه ايه؟ ماينس 1. ال b مظبوط. طيب نكمل الحل بتاع المسألة. احنا كده خلاص الخطوة الجاية ان احنا هنشيل كل a ونعوض مكانها هنا بواحد، وهنا دي الماينس اهي، وعندنا هنا ايه، الواحد بتاع ايه، ال b. طيب هنبدأ من خلاله بقى نجيب اللي كان مطلوب فوق، اللي هي ال S1 وال S2 وال S3، اللي احنا لسه مش عارفين هنجيبهم ازاي، او ليهم قانون ولا ملهمش ولا ايه، ولا ايه الطريقة بالظبط اللي هتحصل بيها، ايه طريقة الحل. هتبان دلوقتي ايه ال S1 وال S2 وال S3 دول هيجاوبوا ازاي. اكيد هيجاوبوا من خلال المسألة اللي احنا خدناها اللي فاتت، اللي هي الترم. هنجيب كل ايه ترم في المسألة عندنا عشان نعرف نخليها، او لو الحد عندنا اللي هو التلات حدود. طب ما دام 3 بارشال سم عاوزين تلات ايه، تلات حدود، تمام، عشان نعرف ايه نحل المسألة بتاعتنا.
ادي اهو هنبدأ بقى نحل بقى الجزء بتاعنا. عندنا اول حاجة ال n هتساوي بكام؟ بواحد. طب ان هنبدأ بال n اول حاجة ايه؟ بواحد. طب لما نيجي ال n نعوضها بواحد هنعوضها فين؟ بنعوضها فوق هنا اهي في المسألة بتاعتنا اهي. فبالتالي لما ال n نيجي نعوضها بواحد فتبقى واحد على اتنين في واحد زائد خمسة اللي هي واحد على سبعة، بعد كده واحد على اتنين في واحد زائد تلاتة اللي هي كام؟ خمسة، واحد على خمسة. هنسيبها زي ما هي كده، مش هنسيب مسألة زي كده ترمين زي قدامنا. بعد كده ال n بتساوي اتنين، هنشيل كل n نعوض مكانها باتنين فتبقى واحد على تسعة ماينس واحد على سبعة. بعد كده ال n بتساوي تلاتة، بتساوي اللي هو ايه؟ واحد على حداشر ماينس واحد على تسعة. تمام؟ احنا كل اللي احنا عملناه احنا بنشيل قيمة ال n اللي فوق ونعوض مكانها في المسألة اللي فوق دي عندنا اللي هي جزء المسألة دي. تمام؟ فقعدنا مرة بواحد ومرة باتنين ومرة ايه؟ بتلاتة. تمام؟ طيب عشان نجيب بقى ال S1 وال S2 وال S3 ليها قوانين ال partial sum اللي هو ال partial sum اهو. ال S1 بتساوي A1، يعني نفس قيمة ال A1 اللي احنا جبناها هي بتساوي قيمة ال S1 اللي هي 1 على 7 ناقص 1 على 5. طيب ال S2 بتساوي ال A1 زائد ال A2. لما نيجي نعمل ال A1 زائد ال A2 نلاقي 1 على 7 ناقص 1 على 5 زائد 1 على 9 ماينس 1 على 7، فهتلاقي ان ال 1 على 7 ديت راحت مع ال 1 على 7 هنا. ال 1 على 7 ديت اهي راحت لان الاشاره اتعكس، فبالتالي ايه هيتلوا مع بعض، فهيبقى عندنا 1 على 9 ناقص 1 على 5. طيب بعد كده نجيب ال S3. ال S3 بيساوي ال A1 زائد ال A2 زائد ال A3 ده بتساوي نفس الفكرة. احنا اوريدي جبنا ال A1 زائد ال A2 اللي هي 1 على 9 ناقص 1 على 5، ال A3 اللي هي 1 على 11 و1 على 9، فبالتالي الواحد اللي هيروح مع بعضه هتلاقي هيبقى الواحد على 9 مع 1 على 9، فيبقى 1 على 11 ماينس 1 على 5. لحد كده احنا جبنا ال 3 partial sum. تمام، مفيش أي مشكلة. فاحنا بقى عشان بعد كده نعرف المسألة بتاعتنا دي converge ولا diverge من حاجة اسمها اللي هي الايه؟ ال S N. حاجة اسمها ايه؟ ال S N. طب ال S N دي هنجيبها ازاي؟ ال S N دي هنجيبها من خلال الحل بتاعنا اللي فات اللي هو ال S1 وال S2 وال S3. هنشوف هل في المسألة بتاعتنا في حاجة ثابتة عندنا ولا الدنيا مش ظاهرة خالص، مش حاجة مش عارفين نحل المسألة بتاعتنا. فهنيجي نبص كده ان المسألة عبارة عن تو تيرم، دايما الجزء التاني عندنا في المسألة اللي هو ده اللي هو في ال S1 ان الواحد على خمسة هي ما اتغيرتش، وان ال S2 الواحد على خمسة هي ما اتغيرتش، والواحد على خمسة برضو هنا هي ما اتغيرتش. فبالتالي الترم دوت اللي عندنا فوق اللي هو ده أو ده كده قيمته ثابتة، فبالتالي رحنا هنا تحت هنا منزلينه ايه بنفس القيمة بتاعته اللي هو واحد على خمسة. طب التاني ثابت؟ التاني لأ، هنا التاني مرة كان مرة واحد على سبعة، وكان مرة بعد كده واحد على تسعة، وبعد كده مرة واحد على 11، فبالتالي هو قيمته مش ثابتة. فمن خلال عرفنا كده ان ال Sn عندنا بتساوي الترم اللي عندنا فوق دوت اهو ده اهو زي ما هو ماينس واحد على خمسة، ما اتغيرتش، ثابتة ثابتة عندنا ما اتغيرتش. تمام؟ طب نعرف بقى اذا كانت كونفيرج ولا دايفيرج منين؟ من خلال الليمت. هناخد ليمت لل Sn ديت، هناخد ليمت لل Sn بتاعتنا ديت. تمام؟ فنيجي ناخد ليمت ازاي؟ اوريكم حالا، هو هشرح لكم شرح الليمت ده، بس نكمل المسألة بتاعتنا الأول وبعد كده نعمل ايه شرح الليمت ده. طيب احنا هناخد ليمت لل Sn اهو، لما ال n تقول إلى ما لا نهاية، هنعوض بكل n ونعوض مكان n ايه إلى ما لا نهاية. طيب واحد على n بلس 5 ماينس واحد على خمسة، دي المسألة الجزء اللي فوق هدي قيمة ال Sn اللي هي ديت، احنا مجرد بس حطيناها في شكل ايه الليمت بتاعنا. طيب واحد على n 2 ان هنا قيمتها الى ما لا نهايه بلس 5، الكلام ده قيمته بايه؟ بزيرو. وهقول لكم ليه زيرو دلوقتي اشرح لكم. ماينس واحد على خمسه، فطلعت هنا في قيمه عندنا، ما دام طلع قيمه عندنا يبقى خلاص يبقى دي كونفيرج، لان دي ايه طلع عندنا قيمه ليها تبقى ايه كونفيرج وليها سم، السم بيساوي القيمه اللي هنا ايه طلعت لنا فوق قيمه الليم بتاعت الاس ان دي. تمام؟ طبعا سيبكم من الجزء ده. شرح الليمت تاني عشان اوضح لكم ليه هنا بقى قيمته بزيرو. لو عندنا الباور اللي فوق، قيمة الباور اللي فوق ايا كان ايه الباور، اعلى باور فوق عندنا اللي هو هنا 3، وتحت كان الباور اعلى باور عندنا اقل من اللي فوق، ساعتها ان نقول الكلام دوت بايه الى ما لا نهاية.
طب لو عندنا قيمة الباور اللي فوق هي نفس قيمة، يعني قيمة أعلى باور فوق هي نفس أعلى قيمة باور تحت، يبقى الليميت عندنا بتساوي الرقم، لو في رقم مضروب فيه يبقى هو يساوي رقم اللي هو 2/3، في المسألة دي يبقى هو يساوي كام؟ 2/3. لو عندنا اف ان الباور اللي فوق اعلى باور فوق عندنا هنا اقل من الباور اللي تحت، فبالتالي الليمت الكلام ده نقول الليمت بتاعنا ايه؟ بزيرو. زي المسألة بتاعتنا اللي تحت دي، الباور عندنا كان ان باور زيرو صح؟ ما ان باور زيرو بكام؟ بواحد. طيب ده عندي ان ماشي، فان باور زيرو ايه؟ بواحد. وعندنا هنا باور كام؟ باور واحد، فبالتالي هنا الباور اللي فوق اقل من الباور اللي تحت، فبالتالي قيمته تلعب بايه؟ بزيرو. طبعا انا شرحت لكم خلاص الجزء اللي فوق، لو الكيس الثانيه ايه اللي هيحصل، لكن انا ما كانش فيه ان فنزلت ماينس 1 اوفر 5، فبالتالي القيمه عندنا بقت ماينس 1 اوفر 5، فقلنا ان السام بتاع المساله ديت ماينس 1 اوفر 5. ده اول فكره عندنا في الشابتر بتاع اللي هو الانفاينايت سيريز بتاعت المتسلسله او السيكونس او ايا كان. اول جزء عندنا هو ده، اعتقد المساله كده واضحه، وان شاء الله يعني تكونوا فهمتوا يعني المساله بتحل ازاي، هي الخطوات دي كلها ثابته في نفس المسائل، وان شاء الله يعني نحاول نديكم اكزامبل تاني، او يعني خلاص الدنيا واضحه يعني الدنيا ان شاء الله تبقى ماشيه معاك كويس، ويا رب كده اكون قدرت فدتكم في طريقه الحل، وربنا معاكم ان شاء الله وبالتوفيق لكم يا رب ان شاء الله.